واش هذه الحكومه راضيه جدا على ما تقوم به. ولكن نميزوا بين جوج الحوايج باش ما يتاولش الكلام ديالي. نتفهم مره اخرى تداعيات على الاقتصاد الوطني وخاصه على القدره الشرائيه للمواطنين. تنعرفوا بان الطبقات المتوسطه تقصحت الله يحسن العوان، والطبقات المتدنيه ايضا تقصحت، لكن هذه الحكومه مسؤوله على تدبير مقدرات المغاربه. اما ان ندبرها بشكل يحفظ السياده الوطنيه وتستمر فيه الحكومه في تفعيل واخا هذا الكلام هذا ما تيعجبش بالمناسبه، هذا كلام راه ما تيعجبش، ولكن هذا هو الواقع، لانه التداعيات والتاثير ديال التقويم الهيكلي راه مازال تنعيشوه في قطاعات مختلفه، منها التعليم، منها الصحه، يعني التوظيف في قطاعات اجتماعيه، الخدمات الاجتماعيه، الرفع من الخدمات الاجتماعيه اللي تعتبر مشكله المشكلات في بلادنا يقتضي اننا نعطيها امكانيات ماليه مهمه جدا وفق استراتيجيات واضحه. هذا هو ما تعمل عليه هذه الحكومه.